أعزائي طلبة وطلبات الثانوية العامة، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهواء، الحلقة رقم 80. مساء الخير على كل طلابنا الأعزاء، مساء الخير على كل مدرسي المواد الفلسفية على مستوى الجمهورية اللي يتابعونا، واللي احنا كالعادة مستنيين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنو من الكمال. الحلقة بتاعتنا النهاردة في البرنامج هتكون تحت عنوان مراجعة نصف المنهج في علم النفس للصف الثالث الثانوي، ويكون في ضيافتنا في هذه الحلقة الأساتذة الأفاضل اللي معنا في الاستوديو بالترتيب: مستر فتحي السويفي. مساء الخير يا مستر. مساء الخير يا فندم. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله، منور الدنيا كلها. الله يخليك يا فندم. وهيكون معنا ايضا في الحلقه مستر احمد البدوي. مساء الخير يا مستر. مساء الخير يا فندم. اخبار حضرتك ايه؟ تمام الحمد لله. تمام الحمد لله. ومعنا ايضا في الحلقه مستر وائل مسعد. مساء الخير يا مستر. مساء الخير يا فندم. اخبار حضرتك ايه؟ ربنا يخلي حضرتك. ومعنا ايضا في الحلقه مستر تامر مكاوي. مساء الخير يا فندم. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. تمام. ومعنا ايضا في الحلقه مستر محمد طه. مساء الخير يا فندم. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله رب العالمين. واخيرا وليس اخيرا معنا برضو في الحلقه مستر علاء انور. مساء الخير يا مستر. مساء النور يا فندم. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. مشرفينا وهتشرفونا كالعاده، ونتمنى لكم ان شاء الله حلقه موفقه. امين يا رب. النهارده طبعا زي ما انتم عارفين اساتذتنا الافاضل مجمعين كم من الاسئله مغطيه نص المنهج بالنسبه لعلم النفس للصف الثالث الثانوي، قائمه على اعمال الفكر والتحليل وربط اجزاء المنهج ببعضه، فياريت كل الطلبه بتاعتنا تركز معاهم في الايه في الحلقه. وطبعا قبل ما نبدا الحلقه بتاعتنا بنحب ننوه ان اساتذتنا الافاضل في الاستوديو بالاضافه لباقي فريق العمل في المواد الفلسفيه في البرنامج ككل، دلوقتي بنقوم بتجهيز كتاب المراجعه النهائيه للمواد الفلسفيه، وهو دلوقتي يعتبر على وضع اللمسات الاخيره بالنسبه للكتاب، وهيبقى قريبا متوفر لكل الطلبه على مستوى الجمهوريه ان شاء الله. نبدا الحلقه بتاعتنا ونستاذن المخرج الجميل يجيب لنا الصفحه رقم 1 ونبدا مع مستر فتحي السويفي. اتفضل يا مستر. بسم الله. السؤال الاول: يعتقد العلماء انه لا يمكن ادراكه بطريقه مباشره مثل الكهرباء، لا ندركه مباشره بل اثارها مثل الاضاءه وحركه المروحه، لذلك يتم دراسته عن طريق اثاره ونتائجه مثل التحصيل الدراسي والتوافق الشخصي والاجتماعي وادراك العلاقات. تعكس المقوله السابقه ان الذكاء شيء، طبعا الذكاء عندنا هيكون هو شيء معنوي. في اللي عندنا اربع اختيارات. في الاختيار عندنا الاول اللي هو مادي، طبعا هو الذكاء ليس ماديا، ما حسي الذكاء ليس حسيا، ولا ومطلق طبعا الذكاء لا يكون مطلقا، اذا لا يوجد الا هو شيء معنوي فقط. السؤال الثاني: اي مثير فعال يؤدي الى اثاره اي استجابات غير متعلمه منتظمه هو مثير؟ طيب الاستجابات غير متعلمه هي الاستجابه الطبيعيه. طب الاستجابه الطبيعيه تعمل عندي مثير طبيعي، المثير الطبيعي هو المثير غير شرطي، يبقى اذا الاجابه عندي رقم جيم مثير غير شرطي. احسنت يا مستر. ننتقل للصفحه رقم 2 مع مستر احمد البدوي. اتفضل يا مستر. السؤال رقم 3: لكي تطهو وجبه ينبغي على الفرد ان يقرا الوصفه، ومن المحتمل ان يقسم مقادير الوصفه الى نصفين ويضع قائمه بالوان الطعام المقدمه في الوجبه ترضي جميع اعضاء الاسره وترضي شهيه الفرد في نفس الوقت. تحتوي هذه المقوله على اربعه انواع من الذكاءات، هما انا ببص على السؤال دلوقتي وبقسم السؤال قدامي فبلاحظ ان السؤال بيحتوي على اربع انواع من الذكاءات. اول نوع من انواع الذكاء ان انا لما بقول عندما تطهو وجبه ينبغي على الفرد ان يقرا، فكلمه يقرا هنا هتكلم على الذكاء اللغوي. تمام. طب حضرتك انا لما اتكلم على الذكاء اللغوي هنا هبص على الثلاثه التانيين، ممكن استبعد هل فيهم لغوي رقم الف؟ لا طبعا ما فيش، يبقى استبعدت هنا رقم الف. هل جيم ودال فيهم لغوي؟ هبص عليهم هلاقي فيهم لغوي، فهضطر ان انا اكمل واقول ومن المحتمل ان يقسم مقادير الوصفه الى نصفين. طب انا دلوقتي عشان اقسم، طالما قسمت حضرتك يبقى معناه انا دخلت في الذكاء الرياضي. تمام. طب انا هبص على الاثنين اللي هم جيم ودال، هل في هنا ذكاء رياضي؟ ما فيش ذكاء رياضي، يبقى انا وصلت للاجابه مباشره بدون ما اشوف لا الف ولا جيم ولا دال، والاجابه الصحيحه هي اللغوي الرياضي الشخصي الاجتماعي. السؤال رقم 4: ان حدوث التعلم الشرطي يتطلب ان يتلو المثير الشرطي المثير غير الشرطي بمده قصيره لكي يحدث الاقتران بينهما، وقد حدد بافلوف هذا الفاصل في بعض الدراسات بضعة ثواني وأحيانا جزء من الثانية الواحدة. لما أشوف السؤال اللي قدامي دوت هلاقي أول إجابة عندي مباشرة
فيها ايه؟ قال لي لكي يحدث الاقتران طالما فيها اقتران ما بين مثير شرطي ومثير غير شرطي يبقى مباشرة اللي هي قانون الايه؟ التدعيم. طب انا لما اتكلم على قانون التدعيم هنا وارجع لي الاجابة في كتاب المدرسة هلاحظ تتوقف قدرة المثير الشرطي على انتزاع الاستجابة الشرطية كلما تم الاقتران والتدعيم، وبالتالي رفضت التلاتة اللي هي ب وجيم ودال، وكانت الإجابة الصحيحة معايا هي قانون التدعيم. أحسنت يا مستر. انتقل للصفحة رقم 3 مع مستر وائل مسعد، تفضل يا مستر. السؤال الخامس: التعلم يتطلب تغييرا وتحسنا ثابتا نسبيا، أي أنه يبقى ويدوم بعد انقضاء فترة التعلم التي مر بها. في ضوء ذلك أي من المواقف التالية يدل على التعلم؟ عشان نقدر نتعامل مع السؤال ده وجاوبه صح لازم في البداية أحط في دماغي مفهوم التعلم. التعلم زي ما احنا اتفقنا ليه شرطين، الشرط الاولاني الممارسه، الشرط الثاني الخبره. مع الممارسه والخبره بيحصل نتيجتهم تغير في سلوك الفرد، وبالتالي هطبق مفهوم التعلم على البدائل المطروحه قدامي في السؤال. هبدا اشوف رقم ألف هلاقي صعود الطفل الصغير درجات السلم، رقم ب تمكن الطفل من الرضاعه من زوجات الحليب. انا هضيف عليهم ان الطفل في مرحله الرضاعه ممكن بيجلس او بيقف او بيمشي، كل ده بالنسبه لنا مش تعلم، كل ده بالنسبة لنا تغيرات ناتجة عن النمو. العوامل المسؤولة عليها عنها عوامل بيولوجية، ما جاتش نتيجة لا ممارسة ولا خبرة زي ما احنا اتفقنا في شروط التعلم. يبقى انا هستبعد البديل رقم ألف والبديل رقم ب. هبص على جيم هلاقي تحول الفرد من الانطواء إلى حالة الانبساط بعد تناول مشروب كحولي أو تناول مخدر أو بنج على سبيل المثال، وبالتالي الفرد كان انطوائي انعزالي تحول لشخص انبساطي. هل ده تعلم؟ لا مش تعلم، لأن طبعاً بمجرد الفرد ده تغير مؤقت في السلوك، بمجرد ما الفرد هيضيع أثر المخدر هيبدأ يرجع لطبيعته. قلنا التعلم لازم يكون تغير شبه دائم. هنستبعد طبعاً جيم، هنبص لدال هنشوف تمكن الطفل من تمييز البقر عن الحصان، ده طبعاً موقف تعلم بالنسبة لنا لأنه اعتمد على شروط التعلم اللي احنا اتفقنا عليها، على الممارسة والتدريب والتمرين، وبدأ الفرد يكتسب خبرة من بيئة التعلم، وبالتالي هيكون الاختيار بتاعي الصحيح دال تمكن الطفل من تمييز البقر عن الحصان. طيب السؤال السادس تكملة للسؤال الخامس: من خلال المقولة السابقة يعتبر التعلم، احنا أكدنا على التعلم ان هو تغير شبه دائم. معنى كلمة شبه دائم يعني ايه؟ معنى كلمة شبه دائم ان اي تعلم قابل للتطور والتقدم. يعني انا لو تعلمت لغة معينة ممكن ازودها عندي، وفي نفس الوقت التعلم قابل للتدهور، اللغة دي أنا ممكن أنساها، وبالتالي ما أقدرش أقول على كلمة شبه دائم إن هو دائم. دائم طبعا ده مستبعد بالنسبة لي، مؤقت لا، مطلق لا، وبالتالي هيكون الإجابة الصحيحة بتاعتي كلمة ثابت نسبيا هي مساوية لكلمة شبه دائم. أحسنت يا مستر. ننتقل للصفحة رقم 4 مع مستر تامر مكاوي، تفضل يا مستر. السؤال رقم 7 يؤكد في نظريته أن الذكاءات مستقلة نسبيا ولكل منهما طبيعته المميزة للتعامل مع المشكلات والوصول إلى النتائج، كما أشار إلى أنها نادرا ما تعمل منعزلة، فكل فرد لديه درجات متفاوتة من كل الذكاءات، ولكن تتنوع طرق اندماجها واختلافها. بتنوع الأفراد تنتمي هذه المقولة إلى العالم. طبعا هو مديني هنا 4 اختيارات: سبيرمان، ويكسلر، جاردنر، كريمان. عندنا العالم الأمريكي جاردنر أكد على فكرة تعدد الذكاءات ورفض تماما فكرة الذكاء الواحد، وبالتالي العالم جاردنر اتكلم عن 7 أنواع للذكاءات، وبالتالي هناك درجات متفاوتة من الذكاءات. فقد نجد بعض الأشخاص مثلا عنده ذكاء رياضي عالي نسبيا، عنده ذكاء لغوي أقل نسبيا، وهكذا. وبالتالي الإجابة الصحيحة رقم جيم، العالم جاردنر. بالنسبة للسؤال رقم 8 هي الانعكاس المتعلم الجديد والذي يحدث نتيجة اقتران المثير الشرطي مع المثير غير شرطي. طبعا بالنسبة للسؤال ده احنا بنتكلم طبعا عن نظرية التعلم الكلاسيكي اللي صاحبها العالم الروسي المشهور إيفان بافلوف. وبالتالي إيفان بافلوف كان حابب ان هو يعمل شكل جديد من اشكال التعلم، فحاول ان هو يجيب لنا مثيرات اخرى غير المثيرات المتعارف عليها
يعني قد نجد أن الكلب الحيوان اللي تحدث عنه بافلوف في نظريته قد يصل اللعاب طبعا عندما يأكل الكلب، ولكن حب إيفان بافلوف أن هو يعمل مثير جديد ألا وهو المثير الشرطي اللي هو في الحالة دي عندنا الجرز، وبالتالي تصبح الإجابة هنا بالاستجابة الغير طبيعية هي نتيجة اقتران المثير الشرطي مع المثير غير الشرطي. أحسنت يا مستر. ننتقل للصفحة رقم 5 مع مستر محمد طه، اتفضل يا مستر. طيب لو جينا نبص كده حبايبنا على السؤال رقم 9 بيقول: حينما يلعب طفل بالكرة ويجري ويركل الكرة ويمسك بها ثم يوجه نفسه في الملعب ويتوقع مسارات الكرات، يتضمن هذه العبارة نوعين من أنواع الذكاءات المتعددة. طيب لو جينا طبعا بالنسبة لنا دلوقتي نشوف أي سؤال في الذكاءات أو أي سؤال في النظام الجديد بشكل عام، لازم كل كلمة بحساب، لازم كل كلمة في السؤال لها ثمن، لازم يكون في مدلول معايا على الإجابة. طيب هو بيقول إن أنا عندي نوعين من الذكاءات في السؤال، طبعا أنا عارف إن أنا عندي 7. هنيجي نشوف السؤال: يلعب، يجري، يركل، يمسك. دي كلها حاجات تخص الذكاء الجسمي الحركي. طيب كمل: يوجه نفسه، يتوقع مسار الكرات. يبقى هنا بالنسبة لنا دلوقتي هيبدأ يختار المكان الفاضي، هيبدأ يختار الفراغ المناسب، هيبدأ يختار المجال اللي هو يتحرك فيه. طب بدأ بالنسبة لنا دلوقتي يجري، وبدأ ان هو يركل، وبدأ ان هو يتوقع مكان. يبقى انا جمعت ما بين حاجتين، جمعت ما بين الجسم الحركي خاص بالحركات اللي هو عملها، وجمعت ما بين كمان البصر المكاني خاص بالفراغ اللي هو اختاره والمكان اللي هو حدده عشان يقف فيه وينتظر الكرة. يبقى طبعا الإجابة هي ألف، ذكاء جسمي مكاني. السؤال رقم 10 بيقول: قيام الكائن الحي بمحاولات عشوائية متكررة لحل المشكلة التي تعترضه فيخطئ في معظمها وينجح في بعضها، فيتعلم الإبقاء على المحاولة الناجحة والتخلص من المحاولات الخاطئة. ذلك يعبر عن نظرية التعلم عنده. نسأل نفسنا سؤال: هل هنا بالنسبة لنا التعلم حصل من مرة واحدة؟ هل التعلم حصل فجأة؟ لا، ده بيقول محاولات متكررة، وبالتالي استبعدت جيم خالص بتاعت كفكة، لأن كفكة التعلم بالفهم والاستبصار، واللي قال إن التعلم هيحدث من مرة واحدة، يبقى أنا استبعدت جيم. طيب هل هو هنا جاب في سيرة السؤال إن أنا هربط ما بين مثير ومثير تاني؟ لا، ده قال إن أنا بالنسبة لنا بجرب 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 بغلط وهبصيب، يبقى أنا كده برضو إن أنا استبعدت بافلو. طب هنيجي نشوف طبعا بالنسبة لنا بعد ما أنا استبعدت الأولى واستبعدت جيم كمان اللي هي كوفكا، هلاقي إن الإجابة الأنسب بالنسبة لي ألا وهي سورندايك. ليه؟ لأن إحنا كان عندنا نظرية اسمها نظرية التعلم بالمحاولة والخطأ بتاعت العالم سورندايك، اللي قال إن إحنا هنتعلم عن طريق مجموعة من المحاولات، هنجرب كتير، هنغلط في الأول، هنغلط بعد كده، بعد كده هتيجي معانا صح، هنتعلم الصح ونستبعد الغلط. وهو ده بالظبط اللي هو عمل في السؤال لما قال إنه هيغلط في البعض وهينجح في البعض، فهيستبعد الخاطئ ويكمل في الإجابة الصحيحة، وبالتالي الإجابة الأنسب والأدق هي طبعا سورندايك. أحسنت يا مستر محمد. ننتقل للصفحة رقم 6 مع مستر علاء أنور، اتفضل يا مستر. عندي السؤال رقم 11 بيقول: يضم هذا الذكاء مهارات فيزيائية نوعية أو محددة كالتآزر والتوازن والمهارة والقوة والمرونة والسرعة وكذلك الإحساس بحركة الجسم ووضعه والاستطاعة اللمسية، ذلك يعبر عن إحدى أنواع الذكاءات المتعددة. وهو طبعا هنا في السؤال باين أن فيه كذلك الإحساس بحركة الجسم ووضعه والاستطاعة اللمسية، طبعا هنا المؤشر بيقول أنه ذكاء حركي، وعندي في الذكاء الحركي لازم نبقى عارفين أنه هو القدرة على استخدام جسمه كله أو جزء من جسمه في التعبير أو في القيام بعمل معين، وعندي كمان ممكن يستخدم جسمه في التعبير عن أفكاره ومشاعره زي التمثيل الصامت. فالإجابة طبعا وفقا لهذا السؤال هتبقى الذكاء الحركي. عندي في السؤال اسم 10 بيقول: يعتقد الكثيرون إننا لو ساعدنا الطفل على عمل حركات الصحيحة أثناء الكتابة فأن هذا يجعله يتعلم الكتابة بسرعة وبصورة أكثر إتقانا مما لو ترك ليجرب بنفسه، يتعارض ذلك القول مع آراء؟ طبعا عندي بافلوف، سورندايك، كوفكا، نورمان.
طبعا اللي قال الكلام ده كان مين؟ الكلام ده بيتعارض مع مين؟ مع راي ادوارد سرانديك، لان ادوارد سرانديك كان بيتيح للكائن الحي ان هو يختار من بين عدد من الاستجابات الاستجابه اللي هي هتوصله لهدفه، كان بيتيح له ان هو يجرب ويعمل محاولات لحد ما يوصل للاجابه الصح. وعايز انبه ان النظريه بتاعه المحاوله والخطا بتعتمد على التعلم، فيها بيتم بشكل تدريجي، التعلم في نظريه المحاوله والخطا بيتم بشكل تدريجي مش شكل فجائي، والنظريه دي بتنتمي للنظريات السلوكيه الارتباطيه اللي بتقوم على الارتباط بين المثير والاستجابه. فكده الاجابه هتبقى سرانديك يعني، واضحه. احسنت يا مستر. ننتقل للصفحه رقم 7 مع مستر فتحي السويفي، اتفضل يا مستر. السؤال 13: التعلم ليس مجرد ارتباط بين مثير واستجابه كما هو عند السلوكيين، وانما هو تعرف وفهم لعلاقات الموقف التعليمي واعاده صياغه هذا الموقف مما يزيد وضوحا وقدره على التحكم فيه. تعبر المقوله السابقه عن 4 اختيارات. زي ما الاستاذ قال، احنا عندنا مدرستين سلوكيتين، مدرسه سرونديك والمدرسه الاخرى اللي هي عندنا ايفان بافلوف. فكده يبقى احنا بنشيل اول 2 اختيارات اللي هو الف وبه، دول ما ينفعوش معانا في قلب الاختيار. تاني حاجة، احنا عندنا هنا فهم وعلاقة وإدراك علاقات. فهم وإدراك علاقات يبقى هنا خاصيتين، الخاصيتين دول يهموا مدرسة الجشتالت، وهم أهم خاصيتين مش موجودين في المدارس السابقة عنده اللي هي المدارس السلوكية. إذا أصبحت الوضاحة واضحة جدا جدا الإجابة اللي هي هتكون رقم جيم، التعلم بالفهم والاستبصار. السؤال رقم 14: مجموعة المعلومات التي من الممكن تقدمها إلى المتلقي أو المتدرب، وإن اختلفت وسائل نقل المعلومة إلى تعديل الأداء في المهارة التي يؤديها ليصل إلى درجة الأداء الأمثل للمهارة نفسها. تعبر المقولة السابقة عن، إحنا هنا هنتكلم عن قانون من ضمن قوانين مدرسة سرونديك أو تجربة سرونديك المحاولة والخطأ. التجربة دي ده قانون هنا ضافت مجموعة من المعلومات، أنا بكتسب مجموعة من المعلومات، مجموعة المعلومات دي باخدها بنسقها برتبها ببدأ منها أعمل منها إعادة للمحاولة اللي أنا أحل فيها. فطبعا هنا هكون قانون التغذية الراجعة. وهرد هنا أعمل بس مثال موجود عندنا في كتاب المدرسة أوضح شوية معايا للطلبة، اللي هو مثال الشطرنج. لو أنا أديت هنا واحد ما بيعرفش يتعلم الشطرنج خالص، فبدأت اللي أنا أعلمه وأديته الخطوات، فبالتالي أنا كده بلقيه مجموعة من المعلومات بيبدأ اللي هو يختزنها، بتعيد معاه أداؤه، بتحسن أداؤه لما يجي يلعب اللعبة دي مرة أخرى. وبالتالي كده الإجابة هكون جيم، قانون التغذية الراجعة. أحسنت يا مستر. ننتقل للصفحة رقم 8 مع مستر أحمد البدوي، اتفضل يا مستر. والله طلبة الثانوية العامة يركزوا معانا شوية، النهاردة حلقة جميلة موجود فيها عدد كبير من المدرسين عشان يعلموا الطلبة إزاي بيتم عملية الاختيار. الموضوع النهاردة ما بقاش حفظ، النهاردة العملية كلها قايمة على الفهم، لأن أنت كطالب داخل والكتاب في إيدك، فالمفروض أن أنت هتفكر وهتختار الإجابة الصحيحة. أنا هتعرض للسؤال رقم 15: يبدأ المدرس بدراسة الجملة ثم الكلمة ثم الانتقال إلى الحرف باعتبار أن الكلمة لا معنى لها إلا في إطار الجملة، وأن الحروف لا معنى لها إلا في إطار الكلمة، تشير المقولة السابقة إلى أحد التطبيقات التربوية. طب أنا عندي 4 أنواع من التطبيقات التربوية موجودين عندي في الكتاب، طب دماغي هتروح على إيه بالظبط؟ طب ما حضرتك هو كاتب لي هنا الجملة ثم الكلمة ثم الحرف، يعني من الكل إلى الجزء. طب مين النظرية اللي اتكلمت على الكل والجزء؟ طبعا أنا هتكلم على الفهم والإيه والاستبصار، مدرسة الجشتالت، تمام؟ طيب حضرتك أنا لما أجي أشوف مدرسة الجشتالت في التطبيقات التربوية وبروح لها مباشرة، بلاقي جزئية في التطبيقات إن التعلم بيتم عن طريق إدراك العلاقات ما بين عناصر الدرس. هشوف السؤال رقم 16: ينص قانون نقط على احتمالية تكرار الاستجابة عند الإنسان لاحقا منوطة بالنتيجة التي تتولد عنها، فالاستجابات، ركز في السؤال، فالاستجابات التي تتبعها نتائج إيجابية تزداد احتمالية حدوثها، بعكس الاستجابات التي تكون نتائجها سلبية. يبقى أنا هنا هتكلم على النتائج الإيجابية والنتائج السلبية. طب أنا هروح لإيه بالظبط؟ قانون الاستعمال؟ لا ده تمرين. أو قانون عدم الاستعمال ده الإهمال. طب هيجي في دماغي مباشرة
قانون الأثر. طب الارتباط بيقوى إمتى؟ إذا حققت الاستجابة الشعور بالسعادة والارتياح، ويضعف إذا حققت عدم الإيه؟ عدم الارتياح. أحسنت يا مستر. ننتقل للصفحة رقم 9 مع مستر وائل مسعد. اتفضل يا مستر. سؤال رقم 17: اعتمد التعلم في النظريات السلوكية على الارتباط بين المثيرات والاستجابة، لكن مع ذلك نستطيع التمييز بين التعلم الشرط الكلاسيكي والتعلم بالمحاولة والخطأ. طبعا أنا عندي النظريتين دول من النظريات السلوكية اللي طبعا اعتمدت على ارتباط بين المثير والاستجابة، لكن مع ذلك احنا ممكن نميز ما بينهم في عدة نقاط، أنا هركز على النقطة اللي ممكن تساعدني في إجابة السؤال ده. طبعا لو بصينا لنظرية التعلم الشرط الكلاسيكي هنلاقي إن هي كنا بنقدم في الأول المثير الشرطي اللي هو الجرس بالنسبة لنا، ثم بعد كده المثير الطبيعي اللي هو الطعام، ثم بعد كده بنقدم يحصل الاستجابة بسنان اللعاب. طبعا هنا عندنا المثير الطبيعي احنا بنسميه المثير المعزز، وبالتالي التعزيز هنا بيكون عندي قبل الاستجابة. يبقى نظرية التعلم الشرط الكلاسيكي بيكون التعزيز يسبق الاستجابة. أما بالنسبة لنظرية التعلم بالمحاولة والخطأ هنلاقي طبعا إن القط كان بيصدر الاستجابة الصحيحة وهو الخروج من القفص ثم يحصل على الطعام اللي هو التعزيز، فهنا الطعام بالنسبة للتعزيز بيجي بعد الاستجابة، هيبقى الاختيار المظبوط بتاعي به إن هنا في نظرية التعلم الشرط الكلاسيكي التعزيز بيسبق الاستجابة، أما نظرية التعلم بالمحاولة والخطأ التعزيز بيلي الاستجابة. سؤال رقم 18 بيقول: نستطيع التمييز بين التعلم بالمحاولة والخطأ والتعلم بالفهم والاستبصار في حل مشكلة معينة من خلال؟ طبعا أنا عندي برضو عدة نقاط ممكن من خلالهم أميز ما بين نظرية التعلم بالمحاولة والخطأ ونظرية التعلم بالفهم والاستبصار. أنا هنا هركز على النقطة اللي هتساعدني في إجابة السؤال ده. لما نبص لنظرية التعلم بالمحاولة والخطأ هنلاقي إن القط قام بمحاولات عديدة عشان يوصل للاستجابة الصحيحة، وبالتالي التعلم هنا بيحصل بطريقة تدريجية. أما التعلم بالفهم والاستبصار احنا قلنا بيعتمد على محاولة واحدة، وبالتالي بننتقل من مرحلة ما قبل الحل إلى مرحلة الحل بشكل فجائي. عشان طبعا أبدأ أجاوب على السؤال هيكون الإجابة الصحيحة بتاعتي رقم ب، طبعا الأول بيتم بطريقة متدرجة والثاني يتم بطريقة مفاجأة. أحسنت يا مستر. ننتقل للصفحة رقم 10 مع مستر تامر مكاوي. اتفضل يا مستر. في تجارب بافلوف يحدث الانطفاء إذا طبعا هو مديني هنا عدة اختيارات، ولكن احنا يعني لو لما نرجع لنظرية بافلوف اللي هي نظرية التعلم الشرطي الكلاسيكي، عادة المثير الشرطي وهو في الحالة دي الجرز لابد أن يليه الطعام حتى يستطيع الكائن الحي أن يقوم باستجابة، وبالتالي في يحدث الانطفاء في تجربة بافلوف إذا تقرر تقديم المثير الغير طبيعي دون تعزيز، وبالتالي الإجابة هنا هي رقم ب. السؤال رقم 20: إتقانك لموضوع في التاريخ حول الدولة العباسية يفيد في تعلمك لموضوع الأدب في العصر العباسي، وذلك يعبر عن أحد مبادئ التعلم. طبعا من الواضح هنا أن الإجابة عندنا تكون رقم ج، قابلية التعلم للانتقال. ليه الإجابة رقم ج؟ لأن أنا عشان يقوم طفل يقدر يقوم بعمليات زي الجمع والطرح والقسمة لابد أن يتعلم أولا الأرقام الحسابية، وبالتالي يستطيع القيام بعمليات أصعب. فإتقانك لموضوع في التاريخ يقدر يفيدك في تعلم موضوع آخر في الأدب في العصر العباسي، وبالتالي الإجابة الصحيحة جيم، قابلية التعلم للانتقال. أحسنت يا مستر. ننتقل للصفحة رقم 11 مع مستر محمد طه. اتفضل يا مستر. طيب هنيجي نشوف السؤال رقم 22 ولسه مكملين معانا في أسئلة نظريات التعلم. السؤال بيقول: إذا تكرر ظهور المثير الشرطي لفترة من الزمن دون تعزيز من المثير الغير شرطي، فإن الفعل المنعكس الشرطي يضعف ويضمحل تدريجيا وفي النهاية يحدث له كف داخلي، أي لا تظهر الاستجابة الشرطية، تعبر المقولة عن قانون. طيب محتاجين هنا نقف شوية لأن سؤال جايبينه وجايبين فيه أكتر من مصطلح محتاجين نفهمهم بصورة أدق وبصورة أوسع.
طيب هنيجي نقول طبعا بالنسبه لنا بيتكلم عن وصول الشرط وبيتكلم على تعزيز وبيتكلم على استجابه شرطيه وبيتكلم بالنسبه لنا دلوقتي ان الاستجابه ممكن تقف وممكن بالنسبه لنا تبدا تضعف قبلها، يبقى هو كده بيتكلم معايا في نظريه بافلوف اللي هو نظريه التعلم الشرطي. طيب هي النظريه دي زي احنا متفقين هي كانت قايمه على ايه؟ كانت قايمه ان انا بربط حاجه بحاجه فتتعود عليها فبنربط الاثنين ببعض، فبتبدا بالنسبه لنا دلوقتي ان رد الفعل اللي انت كنت بتعمله على المثير الاصلي بقيت بتعمله على مثير تاني ربطته بالمثير الاصلي. دي الفكره كلها بتاعت نظريه بافلوف، ان انت متعود على حاجه طبيعيه ربطت لك الشيء الطبيعي بشيء صناعي، فبقيت بالنسبه لنا تعمل رده الفعل اللي كنت بتعملها على الشيء الطبيعي الاصلي بقيت تعملها على الشيء الصناعي. تمام. طيب هو هنا بيقول ظهور المثير الشرطي، نفتكر كده في التجربه بتاعت بافلوف هو كان المثير الشرطي مين؟ المثير الشرطي كان الجرس اللي هو صوت الجرس. طيب بيقول انا هقدم لك الجرس لفتره من الزمن بس بشرط انا هقدم الجرس دون تعزيز من المثير الغير شرطي. وهنا محتاجين نوقف. كلمة مثير غير شرطي يعني المثير الطبيعي، يعني أنا هقدم الجرز من غير ما أقدم المثير الطبيعي اللي هو الأكل. طيب سؤال، هو أنا لما أقدم جرز من غير أكل هو كان متعود أنه بينزل اللعاب على مين؟ كان متعود أنه بينزل اللعاب على الأكل ويتعلم فيما بعد أنه ينزل اللعاب على صوت الجرز. تمام. قال لك أنا هبدأ أقدم لك لأكثر من مرة أكل، لا مش هقدمه، هقدم الجرز من غير الأكل. طب لاحظنا ايه اللي بيحصل؟ لقيت بالنسبة لنا دلوقتي ان كل مرة الاستجابة الشرطية بدأت تقل تقل تقل. ايه الاستجابة الشرطية؟ الحاجة اللي كانت الجديدة اللي اتعلمها اللي هو نزول اللعاب على صوت الجرس بدأت تقل 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 الى ان يحدث له كف داخلي. كلمة كف داخلي يعني توقف، اي لا تظهر الاستجابة الشرطية. يبقى هنا بالنسبة لنا نزول اللعاب على الجرس وقف نهائيا، يبقى الحاجة المتعلمة وقفت. طبعا بالنسبه لنا لما الاستجابه تقف يبقى ده قانون الانطفاء، لكن لو كانت الاستجابه بتظهر كان قانون تدعيم، لكن لو كانت الاستجابه وقفت ورجعت ظهرت يبقى ده قانون استرجاع تلقائي، لكن الاجابه هنا قال ان هي قلت 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 لحد ما وقفت، يبقى الاجابه هي قانون الانطفاء. احسنت يا مستر محمد. ننتقل للصفحه رقم 12 مع مستر علي انور، اتفضل يا مستر. عندي في الصفحه رقم 12 سؤال رقم 23 بيقول تعلم الكتابه على الاله الكاتبه يكون عن طريق استخدام الحركات المناسبة الصحيحة ثم تكرارها حتى تصبح سهلة وميسرة. ذلك يعبر عن أحد قوانين نظريات التعلم بالمحاولة والخطأ. عندي الاختيار ألف قانون الاستعمال، ب عدم الاستعمال، جيم الأثر، د الاستعداد أو التهيؤ. طيب عندي في نظرية المحاولة والخطأ ثلاث قوانين. أول قانون كان التمرين وده بينقسم لشقين. عندي قانون الاستعمال وعدم الاستعمال. طبعا الإجابة هنا تكرار كتير تدريب كتير هيقوي الارتباط بين المثير والاستجابة، يبقى أنا اختياري هيبقى قانون الاستعمال اللي هو بيقول عشان أقوي الارتباط بين المثير والاستجابة ده بيعتمد على الممارسة والتمرين. بمعنى لما باجي أدرب طالب الثانوية العامة على حل الامتحانات ده هيقوي الرابطة بين السؤال والجواب الصحيح. أما عدم التمرين وعدم الممارسة ده هيؤدي إلى إضعاف الرابطة بين المثير والاستجابة، يبقى عدم تدريب طالب الثانوية العامة على حل الامتحانات ده هيضعف الارتباط بين المثير والاستجابة. طيب عندي بعد كده ناخد بالنا ان سورندايك عدل القانون ده وقال ان قوة الارتباط بين المثير والاستجابة لا تنشأ فقط بسبب تكرار مرات الاقتران، مش بس التدريب هو اللي هيقوي الارتباط بين المثير والاستجابة، لا ده انا عندي كمان قال ايه، قال قوة الارتباط او قوة الاقتران تنشأ ايضا نتيجة الاثر الطيب الناشئ عن التعزيز. يعني الطالب لما بيجاوب صح بيبقى عنده شعور بالارتياح ده هيقوي الارتباط اكتر. يبقى هو دلوقتي في القانون بتاع الأثر عدل قانون التدريب أو قانون التمرين لما كان بيقول إن قوة الارتباط بيعتمد على زيادة مرات الممارسة والتدريب. يبقى أنا عندي هنا في السؤال رقم 23 الإجابة هتبقى قانون الاستعمال. عندي في السؤال رقم 24 بيقول ترتبط زيادة الرغبة في الاستذكار بمبدأ الدافعية حيث أن العلاقة بينهما عكسية طردية متغيرة نسبية. طبعا أنا عندي في أسس الاستذكار الفعال عندي أربع أسس، أول حاجة الانتباه، تاني حاجة المشاركة النشطة، تالت حاجة زيادة الرغبة في الاستذكار، أربعة استخدام طرق القراءة الجيدة. لازم أبقى عارف إن الأربعة دول تبع أسس الاستذكار الفعال. طيب هنا بيقول لي ترتبط زيادة الرغبة في الاستذكار بمبدأ الدافعية، هنا العلاقة بينهم طردية، بمعنى إن أنا لما هزود الدافع بتاعي كل ما الدافع هيزيد كل ما الزيادة أو كل ما الرغبة عندي في الاستذكار هتزيد. يبقى تاني زيادة الرغبة في الاستذكار والدافعية العلاقة بينهم طردية، الدافع زاد يبقى زيادة الرغبة في الاستذكار هتزيد. وانا عشان ازود الرغبة في الاستذكار عندي ثلاث طرق بزود بيهم رغبتي في الاستذكار. واحد
اللي هو التنافس مع الذات، كأن إن أنا زي ما الطالب بيحدد لنفسه مستوى عايز يعديه. وعندي كمان لازم نفكر في الأهداف اللي أنا عايز أحققها من دراستي للمادة زي التفوق وزي النجاح، ولازم نخصص وقت معين للانتهاء من مذاكرة المادة والحرص على الالتزام بذلك. أحسنت يا مستر. ننتقل للصفحة رقم 13 مع مستر فتحي السويفي، اتفضل يا مستر. مع السؤال رقم 25، يجب ربط الأجزاء دائما بالكل فتكتسب المغزى. فمثلا تكتسب الأسماء والأحداث التاريخية أكبر مغزى لها عند ربطها بالأحداث الجارية أو بشيء أو بشخص هام بالنسبة للطالب تعبر المقولة السابقة عنه. هنا بيتكلم إن أنا عندي مجموعة من الأجزاء، دايما لما بربطها ببعضها بتبقى شيء كلي. الشيء الكلي اللي موجود ده بيديني معنى، بيديني مغزى، بيديني دلالة. يبقى أنا هنا بتكلم على قانون الكل أكبر من مجموع أجزائه، لها الصيغة الكلية. ده بتاع مدرسة الفهم والاستبصار. إذن أنا عندي الإجابة هنا رقم جيم، التعلم بالفهم والاستبصار. السؤال رقم 26، عند استقبال الفرد لصوت جرس ويتم تشكيله أصار ذات مدلول معين لخصائص الصوت كالإيقاع والشدة والتردد وذلك يعد، بمعنى إن عندي منبه أو مثير أنا سمعته بقى عندي معنى ودلالة لي. معنى ودلالة اديته هنا عملية من معاني العمليات التركيز والتحفيظ والحفظ والتخزين الجيد للمعلومات، ودي كانت خطوة من ضمن الخطوات بتاعة نظرية التجهيز ومعالجة المعلومات اللي هو موجود عندنا رقم ب الإجابة الترميز. أحسنت يا مستر. ننتقل للصفحة رقم 14 مع مستر أحمد البدوي، تفضل يا مستر. السؤال رقم 27، الطالب الذي يحاول حل تمرين هندسي مثلا وينظر للمعطيات كشيء مستقل والمطلوب كشيء آخر وإلى القواعد والنظريات التي سيعتمد عليها في الحل كشيء ثالث، ثم يحاول الاستنتاج والبرهان لن يحقق أي نتيجة، يتعارض الموقف مع أحد التطبيقات التربوية للتعلم بالفهم والاستبصار. أنا لو بصيت على السؤال دوت هلاحظ أن الطالب جزأ، طب عملية التجزئة ديت مش هيعرف يتعلم بيها، وبالتالي لما أرجع لي الإجابات هل التعلم عن طريق الفهم وإدراك المعنى وليس الحفظ؟ أقول طبعا غلط. هل إعادة تنظيم الخبرات؟ طبعا غلط. هلاقي رقم 3 هي الإجابة الصحيحة، ضرورة إدراك العلاقات ما بين عناصر الدرس. ليه؟ بقول لأن التعلم بيتم عن طريق إدراك العلاقات ما بين عناصر الدرس، ودي موجودة في التطبيقات التربوية الخاصة بالفهم والاستبصار. هبص على السؤال رقم 28، تعليم الطفل الجمباز مبكرا دون أن يكون لديه استعداد فيسيولوجي، يبقى في كلمة استعداد فيسيولوجي اللي أنا هشتغل عليها، وبالتالي يكون الطفل غير قادر على تعلمها ولا نستطيع إجباره على ذلك، تدل العبارة على قانون. طب الاستعمال، الاستعمال اللي هو التمرين والممارسة، طب عدم الاستعمال اللي هو الإهمال، يبقى الاثنين الأولانيين بيترفضوا، وكمان قانون الأثر. بركز وبلاحظ أن قانون التهيؤ هو القانون الصحيح، لأن قانون التهيؤ بيشرح الأسس الفسيولوجية لقانون الأثر، فبيحدد الظروف اللي بيتعلم فيها وبيحدد الظروف اللي بيجبر فيها الطالب على إصدار إجابة. شكرا. أحسنت يا مستر. ننتقل للصفحة رقم 15 مع مستر وائل مسعد، تفضل يا مستر. السؤال رقم 29، لكي يحدث التعلم الشرطي الكلاسيكي عند بافلوف، طبعا اعتمد التعلم الشرطي الكلاسيكي عند بافلوف على تكوين ارتباط حسب عدد مرات الاقتران بين المثير والاستجابة، وبالتالي بالترتيب بدأنا بالمثير الشرطي اللي هو الجرس بالنسبة لنا، بعد كده المثير الطبيعي اللي هو الطعام، بعد كده الاستجابة بسنين اللعاب. وبرضه أنا بأكد على معلومة إن طبعا بالنسبة لنا أنا ببدأ الأول طول ما أنا بقدم المثير الشرطي اللي هو الجرس وبقدم الطعام اللي هو المثير الطبيعي فالاستجابة الموجودة استجابة طبيعية، لكن لو أنا قدمت المثير الشرطي بمفرده فالاستجابة اللي هتكون موجودة هتكون استجابة شرطية، فيكون الاختيار بتاعي المظبوط طبعا جيم هو المثير الشرطي فالطبيعي فالاستجابة بسنان اللعاب. بالنسبة للسؤال رقم 30، معلم اللغة العربية معلقا على موضوع تعبير كتبه أحد الطلاب، كان مستواك في القواعد والإملاء ممتازا في هذه القصة التي كتبتها والأحداث تركت عندي انطباع جيد، ربما تستطيع في المرات القادمة أن تطور من الشخصيات بشكل أفضل، يشير الموقف إلى أحد قوانين التعلم. طبعا السؤال اللي عندي احنا عرضناه قبل كده بيتكلم طبعا عن قانون
التغذية الراجعة المعلوماتية، وطبعا التغذية ممكن تكون ذاتية، الفرد ممكن يقدمها لنفسه، وممكن طبعا أخدها من خلال اللي حواليا، فيكون إجابتي طبعا دال هي التغذية الراجعة المعلوماتية. أحسنت يا مستر. ننتقل للصفحة رقم 16 مع مستر تامر مكاوي، اتفضل يا مستر. السؤال بيقول: النمو والارتقاء يبدأ من المحور المركزي متجها نحو الأطراف، بيعبر عن أحد مبادئ النمو. طبعا عندنا مبادئ النمو يا شباب يعني بيحكمها ست مبادئ، منها أن النمو يسير في اتجاهات محددة، وبالتالي يسير النمو من الرأس للقدم، منتصف الصدر للأطراف، وبالتالي يا شبابنا الإجابة هنا هتكون من الداخل إلى الخارج، الإجابة رقم جيم. نروح للسؤال رقم 32: الطفل يطلق في البداية على كل الرجال اسم بابا وجميع النساء اسم ماما، ثم يميز بين الأب والأم وباقي الأشخاص بابا عمه ماما طنط، ده بيعبر عن أحد مبادئ النمو. طبعا من المتعارف عليه أن احنا عندنا مبدأ مهم جدا من مبادئ النمو، ألا وهو أن النمو يسير من العام إلى الخاص، وبالتالي يقوم الطفل في البداية بنداء كل الأشخاص المحيطين به بنفس الألقاب، وبعد كده الطفل يعرف يميز الأب من العم من الخال، وبالتالي الإجابة عندنا في سؤالنا ده هتبقى الإجابة به، يسير النمو من العام إلى الخاص. أحسنت يا مستر. ننتقل للصفحة رقم 17 مع مستر محمد طه، اتفضل يا مستر. طيب لو جينا للسؤال رقم 33 بيقول: تنمو اللغة بمعدلات مختلفة حيث تكون بطيئة في البداية، ونركز بقى كده، طالما جت معايا سيرة سريعة بطيئة هنبدأ كده نقول المؤشرات دي بتدل عليها، بطيئة في البداية ثم تنمو بسرعة كبيرة بعد العام الأول، طبعا بيتكلم عن اللغة، وبسرعة أقل وبمعدل أقل في العام الثاني، ثم يبدأ معدل تزايد نموها في الهبوط. طيب يعبر ذلك عن أحد مبادئ النمو، وهو بيقول بالنسبة لنا دلوقتي إن اللغة عندي كانت بطيئة وبعد كده بقت سريعة وبعد كده رجعت بقت أبطأ شوية من اللي كانت عليه. طيب دي بالنسبة لنا بتفكرنا بإيه؟ بتفكرنا بالنسبة لنا دلوقتي بالنمو الجسمي، اللي هو بالنسبة لنا هتلاقيه سريع جدا في المراحل الأولى من النمو، إن كانت بالنسبة لنا مرحلة الجنين أو إن كانت مرحلة الرضاعة أو مرحلة الطفولة المبكرة، وهلاقيه بعد كده بدأ يكون معايا أقل شوية وأبطأ شوية في الطفولة المتأخرة، يبقى السرعة بدأت تقل، ثم بعد كده لقيت السرعة رجعت زادت جدا وعملت لي طفرة كبيرة في النمو في مرحلة البلوغ وفي مرحلة المراهقة، ثم رجعت أقل بشوية لما دخلنا في مرحلة الرشد. يبقى معنى كده السرعة بتزيد وبتقل تزيد وتقل، يبقى معناها الإجابة تختلف سرعة النمو من مرحلة إلى مرحلة أخرى، يبقى طبعا الإجابة هي رقم ب. طيب السؤال 34: رغم تشابه نمط النمو أو مساره أو اتجاهه العام عند جميع الأطفال، إلا أن كل طفل يسير في اتجاه هذا النمط المتوقع بطريقته الخاصة وبمعدله الخاص الذي يختلف من حيث السرعة ومن حيث البطء، يعبر ذلك عن أحد مبادئ النمو. طيب هو في الأول بدأ بجملة حلوة جدا: رغم تشابه نمط النمو، يعني في حاجة بقول لك أي نعم هم كلهم متشابهين، لكن تعالى كده نركز، الأطفال شبه بعض، لكن هلاقي إن كل واحد بيسير بطريقة خاصة. طب كلمة يسير بطريقة خاصة يعني شبه الآخرين ولا مختلف؟ ما هو كلمة طريقة خاصة بدأ هنا حتة الاختلاف. طب يبقى إحنا متشابهين لكن في عناصر مختلفين فيها. طب طالما في عناصر مختلفين فيها يبقى أنا كده طبعا الإجابة بقت واضحة، الإجابة ألف، توجد فروق فردية بين الأفراد، وخلي بالي إن الفروق ممكن تكون بيني وبين غيري، وممكن تكون بيني وبين نفسي. طبعا الفروق ممكن تكون في الجانب الجسمي، حد أطول من حد، ممكن تكون بالنسبة لنا في الجانب العقلي، حد نسبة الذكاء أعلى من حد، ممكن تكون في الجانب اللغوي، حد الحصيلة اللغوية عنده أكتر من حد، وتكون في الجانب الاجتماعي وفي أكتر من جانب. لا ده كمان لو قارنت نفسي بنفسي هلاقي في عندي حاجات عالية جدا وحاجات قليلة جدا. أحسنت يا مستر. ننتقل للصفحة رقم 18 مع مستر علاء أنور، اتفضل يا مستر. عندي في الصفحة رقم 18 السؤال رقم 35 بيقول: تنمو أصابع اليدين قبل القدمين بالنسبة للجنين، وكذلك الطفل يتحكم في البصر قبل الأيدي، وذلك يدل على أن النمو يسير رقم ألف من العام للخاص، ب من الجزء للكل، ج من الداخل إلى الخارج، د من الرأس إلى القدم. طبعا مستر تامر لسه موضح الجزء ده من شوية. أنا عندي في مبادئ النمو، عندي النمو يسير في اتجاهات
طولية وعرضية، بيبدأ من أعلى الرأس ويسير إلى أسفل القدم، وبيمشي في اتجاهات عرضية، بيمشي من منتصف الصدر إلى الأطراف. هنا السؤال بيقول لي تنمو أصابع اليدين قبل القدمين. طبعا اليدين قبل القدمين معنى كده ان هو ماشي من اتجاه طولي من اعلى الراس لاسفل القدم، فهنا الاجابه هتبقى اجابه رقم د من الراس الى القدم. عندي السؤال رقم 36 بيقول اذا تزاوج فردان طوال القامه من المحتمل ان تكون اطفالهم طوال القامه، وذلك يدل على احد العوامل النمو. عندي الف الغذاء، ب الاسره، ج الحضانه، د الوراثه. هنا بيقول لي اذا تزاوج فردان طوال القامه من المحتمل ان تكون اطفالهم طوال القامه، هنا الاجابه هتبقى الاسره، الاجابه هتبقى الوراثه، اسف رقم د، لان الوراثه هي انتقال الصفات الوراثيه من الاباء الى الابناء عن طريق الجينات. احسنت يا مستر. ننتقل للصفحه رقم 19 مع مستر فتحي السويفي، اتفضل يا مستر. طيب مع السؤال رقم 37 بيقول ان الاولاد يتفوقون على البنات في سرعه النمو في السنوات الاولى من العمر، ثم يزداد وزن البنات عن البنين فيما بين التاسعه والرابعه عشر، وذلك يدل على. السؤال هنا جميل جدا، اللي هو بيوضح لي اللي هو بيقارن ما بين البنين والبنات، دول بيمتازوا بايه ودول بيمتازوا بايه. اذا بيتكلم على الفرق ما بين البنين والبنات في النمو، بيزيد في الوزن وبيقل في الوزن. كده واضح جدا ان هو هيكون رقم الف، توجد فروق فرديه ما بين الافراد في عمليات النمو. طيب السؤال رقم 38، الطفل عندما يمشي تزيد حصيلته اللغويه ويصبح اكثر اجتماعيا وتخف حده انفعالاته، وذلك دل على احد مبادئ النمو هو. طب تعال نبص كده في السؤال، الطفل يمشي ده جانب جسمي، تزيد حصيلته اللغويه ده الجانب اللغوي، طيب اكثر اجتماعيا الجانب الاجتماعي، وتخف حده انفعالات الجانب الانفعالي، يبقى كده انا بتكلم على جوانب الانسان. طيب الاربع جوانب دول مرتبطين ولا مش مرتبطين؟ مرتبطين ببعضهم البعض. اذا اصبحت واضحه عند الاختيار اللي هو هيكون رقم د، اللي هو تميل جوانب النمو الى ارتباط مع بعضها البعض. جميل جدا. ننتقل للصفحه رقم 20 مع مستر احمد البدر، اتفضل يا مستر. تبين من الدراسات التي تمت على الامهات الحوامل في مدينتي هيروشيما وناجازاكي بعد ضربهما بالقنابل الذريه ان هؤلاء الامهات قد ولدنا اطفالا مشوهين، ذلك يمثل احد العوامل المؤثره على الجنين في البيئه الرحميه. انا لما لاحظ طالما فيها هيروشيما وناجازاكي يبقى انا هختار مباشره تعرض الام للاشعه. السؤال رقم 40، المرحله التي تتسم بتعدد مظاهر النمو الانفعالي هي، هبص عليهم هلاقيها الطفوله المبكره، وفيها ثلاث انواع اللي هي الخوف والغضب والغيره. جميل. ننتقل للصفحه رقم 21 مع مستر وائل مسعد، اتفضل يا مستر. السؤال رقم 41، يمكن للطفل إذا رأى أن أحمد أطول من عادل وعادل أطول من حسن أن يستنتج أن أحمد أطول الثلاثة دون أن يضعهم إلى جوار بعض، يدل ذلك على النمو العقلي في مرحلة. طبعا بالنسبة لي هو رأى يعني كده نمو حسي مع كلمة استنتاج، وبالتالي هيكون طبعا بيخص مرحلة الطفولة المتأخرة اللي هو طبعا مرحلة العمليات العينية الحسية اللي هو التفكير المنطقي في الأمور الحسية، هيكون إجابتي طبعا رقم جيم اللي هي الطفولة المتأخرة. نفس السؤال بس انا لو عدلت قلت اذا قيل للشخص لفظيا ان احمد اطول من عادل وعادل اطول من حسن ان يستنتج ان احمد اطول الثلاثه، هنا انا قلت له لفظيا، طالما لفظي يبقى تفكير مجرد، يبقى انا كده هختار رقم د هي مرحله المراهقه. احسنت يا مستر. ننتقل لمستر تامر مكاوي والصفحه رقم 22، اتفضل يا مستر. السؤال رقم 43، اكدت الدراسات العلميه على تاثير بعض الهرمونات في الجسم والتي يمكن ان تجعل طفل طول حياته لا يكاد يزيد طوله عن 50 سنتي، في حين أنها يمكن أن تجعل آخر طوله حوالي 210 سنتي. طبعا ده بيدل على أحد العوامل أكيد هرمونات، يبقى احنا بنتكلم في الغدد، وتحديدا الغدد الصماء الغدة النخامية هي التي تؤثر في ذلك، فتجعل طفل يعني يتميز بالطول الفارع وتجعل طفل آخر قزم. السؤال رقم 44، مرحلة بيطلق عليها مرحلة الطفولة الصاخبة، طبعا هي أكيد مرحلة الطفولة المبكرة، الإجابة هنا طبعا هتكون ب، نظرا لأنها مرحلة شديدة جدا في الانفعالات بالنسبة للطفل. أحسنت يا مستر. ننتقل للصفحة رقم 23 مع مستر محمد طه، اتفضل يا مستر. السؤال 45، يكتسب أهميته النفسية
وذلك لأنه الدعامة الأولى التي تقوم عليها علاقة الطفل بأمه. ذلك يعبر عن أحد العوامل المؤثرة في النمو. لأول برة عينك هتيجي على السؤال هترمي عينك على الأسرة، لكن اقرأ السؤال تاني ونجاوبه بسرعة. يكتسب أهميته النفسية لأنه الدعامة الأولى اللي بتقوم عليها علاقة الطفل بالأم. طيب هو علاقة الطفل بالأم أول ما ارتبطت ارتبطت بالحبل السري، ثم بعد ذلك علاقة الطفل بالأم ارتبطت بمرحلة الرضاعة. يبقى طبعا بالنسبة لنا الدعامة الأولى اللي بتربط الطفل بالأم ألا وهي طبعا بالنسبة لنا الغذاء. السؤال 46، تعتبر الوحدة الاجتماعية الأولى والبيئة الأساسية التي ترعى الطفل، وهي لهذا تشمل على أقوى المؤثرات التي توجه نمو طفولته. طبعا هنا وحدة اجتماعية ومؤسسة اجتماعية ومكان مسؤول عن التربية، وطبعا هو هنا الوحدة الأولى تبقى الأسرة. جميل، ننتقل للصفحة 24 والأخيرة مع مستر علاء أنور، تفضل يا مستر. عندي السؤال رقم 47 بيقول، يعد عنصر مهم وضروري للمحافظة على نمو الجسم وأداء وظائفه ووقايته من الأمراض، خاصة إذا كان ذلك التوازن يشمل عناصر متكاملة من مواد بروتينية ونشوية وسكرية ودهنية وأملاح معدنية وماء بالنسب التي يحتاج إليها الجسم، ذلك يعبر عن أحد العوامل المؤثرة في النمو. طبعا الإجابة واضحة، مواد بروتينية ونشوية وسكرية. طبعا هنا هيبقى الغذاء، ولازم أخد بالي أن الغذاء بيساعد في بناء خلايا الجسم وتعويض التلف منها، بيمد الجسم بالطاقة اللازمة، بيقي الجسم من الأمراض الناتجة عن النقص الغذائي. عندي السؤال رقم 48 بيقول، يذهب الناس في أمثلتهم المقصورة إلى القول بأن الولد سر أبيه وبأن ما شابه أباه فما ظلم، هذا يدل على أحد العوامل المؤثرة في النمو. هنا بيقول ما شابه أباه فما ظلم، طبعا الإجابة هتبقى دال الوراثة. أحسنت يا مستر، حلقة من الحلقات الممتعة. قبل ما نختم الحلقة أنا عايز بقى كل واحد من الأساتذة الأفضل اللي معنا في الاستوديو لو عنده رسائل سريعة للطلبة بتاعته. اوكي مستر فتحي السويفي اتفضل. أنا بقول لطلبة الثانوية العامة ربنا يوفقكم، ركزوا ركزوا ركزوا، الفهم الفهم الفهم، فهمك وإدراكك أهم من كل شيء في النظام الجديد بتاعنا، والله الموفق. جميل، مستر أحمد البابا تحب تقول إيه للطلبة بتاعتك؟ أنا بتمنى للجميع إن هم يحصلوا على أعلى الدرجات، وعملية التفكير دي عملية مهمة جدا. أنا بطلب من الناس إن هم يفكروا، ما يدوروش على الإجابة، هو يفكر في الاستبعاد. الاستبعاد مهم جدا جدا جدا، لان انت معاك الكتاب وداخل بيه. بالتوفيق. مستر وائل تحب تقول لي الثلاثه بتاعتك؟ نصيحتي لكل طالب، بلاش تضيع وتستهلك طاقتك في الحفظ والصم والتسميع. النظام الجديد بقى عايز طالب فاهم، مع تدريب وحل كتير هتقدر تتعامل مع اي امتحان. احسنت يا مستر. مستر تامر مكاوي تحب تقول لي الثلاثه بتاعتك؟ اهم حاجه في النظام ده التنوع في مصادر الحل، ده رقم واحد. يعني ما اعتمدش على مصدر واحد بعين، يعني تنوع الكتب اللي انا بحل فيها، تنوع الافكار عند المدرسين. احنا هنا بنتعامل، يعني يا ريت ننسى خالص اولاد الانظمه القديمه دي، احنا في نظام جديد، نظام قايم على فهم المعلومه، فالتنوع يعني رقم واحد بالنسبه للطالب المستر. جميل يا مستر. مستر محمد طه تحب تقول ايه للطلبه بتاعتك؟ طيب اول حاجه بس لازم تبقى عارفها، النظام الجديد هو قايم على قراءه السؤال كويس جدا. لازم نبقى عارفين ان السؤال لازم تقراه كويس، ولازم تبقى عارف ان الاجابه ليها كلمه بتقول لك انا اهو في السؤال. اقرا كويس السؤال، ذاكر كويس، لازم تكون واخد فكره عامه عن السؤال وانت بتقراه. اقرا الاختيارات، استبعد الاختيار اللي ما ينفعش، قرب المسافه نفسك هتلاقي نفسك قدام اختيار او اتنين هما الادق، حاول تختار ما بينهم، هتلاقي ان الاختيار بقى سهل والعمليه بقت دقيقه جدا جدا جدا. جميل جدا. مستر علي تحب تقول ايه للطلبه بتاعتك؟ انا عايز اقول لكل الطلبه ان شاء الله ربنا يكرمهم جميعا، بس انا بنبه عليهم لازم في قراءة السؤال يتقرا اكتر من مره، وناخد بالنا ان ساعات في بداية السؤال بيقول حاجه وفي نهايه السؤال بيقول حاجه تانية، فلازم تركيزي على السؤال كله، واشوف في النهايه لان ساعات في الاخر بيقول لي يتعارض السؤال مع كذا، فهو هنا بيعكس السؤال، لازم الطالب يكون مركز جدا في السؤال، وان شاء الله ربنا يكرم الجميع. احسنت يا مستر، حلقه من الحلقات الممتعه مع اساتذتنا الافاضل في الاستوديو، شرفتونا، ونتمنى ان شاء الله نشوفكم في حلقات قادمه، وتمنياتنا القلبيه بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الاعزاء. شكرا لكم جميعا. شكرا.